أهم إنجازاتنا اللي أنجزت 2022 نجاح مشروع الجيتس إنترنشيب اللي درب أكثر من 250 شخص داخل الشركات ووظف منهم 201. أيضا بدنا نحتفل بالملتقى ملتقى فرص العمل اللي صار لأول مرة في سوريا بالواقع المادي والواقع الافتراضي، وحقق أكثر من 1050 فرصة وظيفية. زار المعرض أكثر من 2550 شخص، تقدمت لفرص العمل أكثر من 54 شركة من كبرى الشركات في سوريا، دربنا أكثر من 2500 شخص مستفيد داخل لسوق العمل من خلال 80 ورشة عمل عملناهم مجانية وتطوعية، كله كان بتضافر الجهود الموجودين معنا من المدربين. نحن مهتمين في مجال إدارة الموارد البشرية، والمؤسسة التأمينات الاجتماعية هي مع العامل هو على رأس عمله، وهي مع العامل بعد ما يتقاعد، وهي مع أسرة العامل بعد وفاته. محور كل النشاطات تتعلق بموضوع تطوير الموارد البشرية وتطبيقها حسب الممارسات الصحيحة، تدريب الشباب السوري ليرفدوا سوق العمل بالمؤهلات والكفاءات الجيدة، وهدول إذا كانوا تحققوا فأمورنا كتير منيحة، لأنه بالنهاية الرأس مال البشري هو الأساس. اليوم مذكرة التفاهم عم تنظم العلاقة ما بين مؤسسة إدارة الموارد البشرية والجمعية المعلوماتية في مجال تنمية المهارات المعلوماتية والاتصالات بعدة جوانب. رح يكون في تعاون في مجال عملية التدريب ما بين المؤسستين في مجال تنمية المهارات المتعلقة بالمعلوماتية والاتصالات، لا سيما في إطار التحول الرقمي واقتصاد المعرفة. هذا رح يكون جزء أساسي في عملية التدريب والتعاون المشترك ما بين المؤسستين. مؤسسة إدارة الموارد البشرية جمعية على مدى 16 عام وهلأ مؤسسة، طبعاً بتعني بنفس الأهداف وبتآزر الجهات المختصة ببعض الأزمات، وهذا الشيء تبين أيام اندلاع الحرائق في الساحل أو أيام تفشي وباء كورونا، وهلأ كمان موضوع الزلزال.